عغير موجة. لأنهم ما بيشبهوا حدا وبيختلفوا عن غيرهم بالفن والأدب، هن عغير موجة. برحب بكل مستمعي صوت لبنان 100.5 FM، تحديدا مستمعي عغير موجة. ضيف اليوم بهالحلقة الفنان زياد الأحمدية، ليس عازف عود فحسب، إنما هو أيضا يغني بصوت جميل، يؤلف الموسيقى ويشارك في عروض مسرحية مميزة جدا. زياد الأحمدية بهالتقرير. هو دايماً بحالة إنتاج موسيقي، من العزف المنفرد إلى تجربة الفرقة الموسيقية والعروض المسرحية، مروراً بإصدار الألبومات وتأليف موسيقى الأفلام والمسلسلات. ومين قال إنه العود ما بيطعم خبز؟ زياد الأحمدية، ورغم إنه باقي ببلد ما بيقدم الدعم المادي ولا المعنوي للفنانين، بيقول إنه بيرفض الانجرار إلى دهاليز الموسيقى التجارية، ومع كل الصعوبات عم يحاول يأمن حياة كريمة من الموسيقى الجدية. بيأمن بجمال الموسيقى العربية، وهو اشتغل على إتقان تقاسيمها وإيقاعاتها، لكنه ما ابتعد عن الأنواع الموسيقية الأخرى ومزاجها بالشرقي. بالبيل، Beyond the Traditions و Silent Wave، ثلاث ألبومات أصدرهم زياد الأحمدية حتى اليوم، رغم كل ظروف الإنتاج الصعبة، وهو مستمر بمشروعه الموسيقي من المسارح إلى الشاشات إلى مزيد من الأسطوانات. برحب فيك زياد الأحمدية. بتحب تضيف شيء على التقرير؟ يمكن في معلومات حب اسمعه مرة تانية قد ما حلو. ريبلاي مارون. زياد، شكرا كثير على صوت لبنان، الريبورتاج السريع الحلو كثير. شكرا لك ولهالموسيقى الحلوة اللي حتى لو اكتشفت بوقت مؤخر، بس ما فقدنا شيء، لأنه موسيقى بتدخل لجواتنا وبتفرحنا كمان بزمن الفرح فيه صار كثير قليل. أنا ذكرت بالتقرير وركزت على أنك مستمر، مصر على أنك تكفي بهيدي الطريق رغم الصعوبات، صعوبات الإنتاج وقلة الإيمان بلبنان تحديدا بالطاقات الفنية الملتزمة. شو اللي بيخليك تستمر وأنت مصدر عيشك ورزقك هو الموسيقى؟ اللي بيخليني مستمر هو أنه ما بحب كذب على حالي بالدرجة الأولى. يعني أنا لما أقعد بالبيت بسمع نوع موسيقى معين، لما بدي أحضر كونسرت أو روح على راسيتال معين بروح لأحضر نوع معين من الموسيقى. إذن بطبيعتي، بزوقي، بأهوائي، كيف بهوى اسمع الأشياء، مفروض أنه لما بدي أنتج روح بهالاتجاه كمان، اللي هي الموسيقى الجدية. جملتها واضحة، إيقاعها نوعا ما معتمد على شيء ولكن جديد، على آلة العود مثلا. إذا كانت أغنية لازم يكون بالكلمة في شيء عم بيقول معنى معين اجتماعي أو سياسي أو إنساني. هذا الشيء اللي بفتش عنه دايما. يعني أنت عم تعمل شيء اللي بيشبهك، ومنشان هيك ما فيك تعمل أي شيء تاني. مزبوط. يعني حتى ما كون عم بكذب عليك، ويمكن أول مرة بقولها، إجاني كتير فرص أني لحن بعض الأغاني الراقصة أو الهكي مثل الموجة اللي دارجة. جربت، ما بقولك أنه ما جربت، وما حبيت أنا شو عملت، وما عرضتهم على حدا. يعني إجاني كلام كتير حلو ولحنته بشكل كتير حلو ونزلوا الأغاني. لا 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 أبدا، ما رحت، ما بدي أعمل هذا النوع من الموسيقى. يعني بدي ضلني بطور التجريب وفتش على جملة موسيقية مختلفة شوي ما بتشبه حدا تاني. يعني مش انه والله هلا دارج هيك لازم نعمل كلنا هيك، وهلا دارج بعد شوي يعني ما بدي. ما فيك تعمل اثنين سوا، انه تستفيد ماديا من ميله وميله تانية بتكون عم تعمل قناعتك. لكن المادي عنصر اساسي بحياتنا اليوم، ما حدا في ينكر انه هو مش بحاجه لمادي، او بحب يكون عنده بيت حلو، سياره حلوه، وحط اولاده بمدرسه منيحه وما يتبهدل وما يتبهدل، اكيد يكون عنده مثلا ميديكال انشورنس، ما يفوت على مستشفى عتلان هم الى اخره. يعني كل بعتقد الناس بلبنان عم بيفتشوا على مدخول مادي يعيشهم حياة كريمة.
أنا مدخول المادي مش بس من الموسيقى، مع أنه أنا عايش فعليا كله موسيقى، بس من عدة محلات. يعني أنا بعلم بالجامعة بالآيو كمان فن، بعطي introduction to music، بعلم تلاميذ خصوصي، عندي عدد لا بأس به من تلاميذ العود والفوكاليز بيعملوا لي مدخول مقبول، بعمل موسيقى تصويرية لأفلام ولمسلسلات بتعمل لي مدخول آخر، والعروض اللايف بلبنان وبرات لبنان كمان بتعمل لي مدخول. يعني كلهم مع بعضهم قادر أعيش بحياة كريمة لحتى ما أضطر ضحي أو ساوم أعمل كومبرومايز بالموسيقى لروح أشتغل موسيقى بمبادئك الفنية حتى اللي ما تتنازل عنها. ولكن البعض بيعتبر أنه عملك بالمسلسلات تجارية بين مزدوجين، هو نوع من التنازل. الموسيقى التصويرية وحتى يمكن كان في أغنيات أيضا لبعض المسلسلات والأفلام، هيدا بنطاق التجارة. كيف تقدر تفصل بين شو يعني تجاري؟ عملك خلينا نحدد شو تجاري، يعني أغنية إنه ليس ملتزما مثل ما ليس فن ملتزم مثل ما أنت بتريد. بالمسلسلات اللي اشتغلت أنت ما عملت أي تنازل، يعني بقيت محافظ على مبادئ. أكيد لما مثلا عملت مسلسل بلشنا فيه أغنية شو قاسي يا زمن، مسلسل الليلة الأخيرة، هاي الغنية من أجمل الأشياء اللي ملحنها أنا. إجا وراه مسلسل اسمه مش ظابطة، بعدين مجنون ليلى، كان في موشح أندلسي، في ناس قالوا لي لازم تعرضوا على فيروز، هل قد تحمسوا للحن؟ وانكتب بالجرايد وقتها نقد أنه زياد الأحمدي فاجأنا مرة تانية بلحن كتير يعتبر أندلسي قديم موشح، ما حدا بلحن. لأنه مسلسل مجنون ليلى بيسمح لك أنه تجتهد بهيدا السياق، إذن أنا قادر. ولكن بيختلف هيدا المسلسل عن المسلسلات التانية، يمكن لأنه المسلسلات هي تجارية وشعبية، بتقدر تعمل التوازن. أنا ما عندي، أنا مش من مسؤوليتي حط شروط مين بده يكون مخرج وكيف بده تتصور وبأي كاميرا، يعني وين بده تنعرض وشو بده يعمل. لا، ما إلي علاقة بهالموضوع. أنا إلي علاقة أنه الشق الفني الموسيقي بهالمسلسل أعمله بأفضل شكل ممكن، حتى ولو كنت بمعظم الأحيان ما بيكون في معنى إنتاج كفاية أنه نسجل آلات حقيقية، يعني نجيب كمانجات وتشيلوز وناي وأنون. نادرا، يعني مش بكل المسلسلات، من أصل 15 يمكن في شي 7 أو 8 قدرنا نجيب آلات لايف نسجل، والباقي كله بدي حاول استعمل الكهرباء. هذه تنازل تاني، بس بنفس الوقت حتى بالكهرباء بحاول ألعب أنا قد ما في آلات. يعني مثلا اخترب الحي، أنا لاعب عود ولعبت بزق وجبت شباب أصحابي يعني بالمونة، لعبنا كلارينات ولعبنا إيقاع بعشرة عبيد صغار. مثلا رحت اشتريت آلة ألتو فلوت من عند مزار شاهين وتمرنت عليها للآلة لحتى استعملها بالموسيقى التصويرية، لأنه ما في مصاري نجيب عازفين يلعبوا الموسيقى اللي بدي إياها. يعني أوقات عم بضطر أنا ألعب كذا آلة لحتى يعني يقول انه في آلات لايف مش كله كهرباء. بتشعر انه ضمن العمل المسلسل يعني او الفيلم عم بيكون في استهتار شوي بالشق الموسيقي على حساب الممثلين وعلى حساب الانتاج الاخر، يعني الموسيقى ما بينعطاها انتاج كافي؟ هي حلقة مكتملة. يعني انا برأيي المسلسل اللبناني لما بده يطلع مستواه بده يطلع مستواه انتاجيا بالدرجة الاولى. لما يجي المنتج يقول انا بدي احط ضعف هيدا المبلغ، رح يطلع معه ضعف هيدي النتيجة، ورح يطلع معه ضعف المدخول، لأنه رح يطلع مستوى أحسن بكتير. يعني أنا بعرف أنه أوقات يمكن في حدا يصحح لي بعدين، بس أجرة ممثل واحد أوقات عم بيكون بمسلسل عربي بمصر أو بسوريا، أجرة ممثل واحد عم نحكي، لا حكينا كل الأكيب ولا تصوير ولا إخراج، قد بادجت إنتاج مسلسل لبناني. صح، تخيلي هال في أرقام خيالية عم تنكب بالإمارات. إيه بالإمارات وحتى بسوريا، يعني وقت اللي كانت عبتنتج الدراما في أسعار بسوريا كتير أفضل من هون، للممثل للموسيقي وللستوديو وللكاميرا، والجماعة عملوا نتيجة وتحسن مستواهم وتحسن مدخولهم، يعني باعوا بأسعار أحسن. لعبة الإنتاج هون بدك المنتج يقتنع أنه أنا بدي أحط مصاري أكتر لأخذ نتيجة أفضل من ناحية النص بالدرجة الأولى، لا نوعية الممثلين، لما تكرمي للممثل بيعطيكي أكتر وبيرتاح بالشغل معك أكتر. سؤال استطرادا، معقول تنتقل بالمسلسلات والأفلام من تجربة التلحين إلى تجربة التمثيل؟ أنا عندي تجربتين بالتمثيل. في واحدة كانت مع أستاذ مروان نجار بمسلسل اسمه حصاد المواسم، مثلت 5 حلقات، كانوا هذا الشخصية اللي مثلتها بدك تقولي كل الحلقة عم بيحكي، هو عم بيخبر باسم مغنية كان وقتها بطل الراوي المسلسل. يعني مش الراوي، عم بيخبره شو علاقته بعبد المجيد مجدوب اللي بيصير فيه حادث سيارة، وخمس حلقات كلهم حكي حكي حكي، كان عندي دور كتير منيح.
وكمان مع الأستاذ مروان حداد طلب كان في دور بمسلسل آخر خبر وسام صباغ وماجي بغصن، مسلسل كوميدي نوعا ما، كان بده حدا يمثل وبنفس الوقت يكون موسيقي يلعب عود، وهو بيعرفني طبعا انه انا بعمل موسيقى تصويريه، وانا عامل له موسيقى للمسلسل. بقى عرض علي انه بتحب في عندي دور، ما عم بلاقي حدا يلعب عود ويمثل وهيك، وكانت التجربه كمان مهضومه. حبيت التجربه يعني، ممكن تعيدها. انا دارس تمثيل، انا دارس مسرح بالجامعه اللبنانيه الامريكيه الايو، بس ما امتهنت التمثيل لانه الموسيقى بتغلبني دائما، يعني بروح باتجاه الموسيقى اكثر. بسياق الالتزام يلي حكينا عنه، انت بتصر على انه تمزج بين القديم والحديث، هيدي العمليه هل هي عمليه صعبه، وهل انت مصر على الاستمرار بهذا الخط، استحضار القديم الأصيل وتسهيله حتى يوصل للناس بطريقة أفضل من خلال الغربة، من خلال الحديث والتكنولوجيا أيضا؟ لقلك أنا كيف فكر، أو من أي مدرسة هيك في مجموعة من الناس بيفكروا بنفس الطريقة بالبلد وبالعالم العربي صاروا كتار. إذا بدنا نقول مثلا بمصر كان في نوع من الموسيقى بالقرن التاسع عشر، وإجوا الإيطالية عمروا لهم دار الأوبرا وافتتحوا دار الأوبرا بأوبرا عايدة لفيردي. هذه الأوبرا عملت نقلة نوعية بالموسيقى بمصر، وطلع المسرح الغنائي من سلامة حجازي لغيرون، وبعدين كفى السيد درويش والجيل اللي طلع معه زكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب والقصبجي، كلهم لعبوا بمسرح غنائي وألفوا أجمل ألحان لمسرحيات. إذن عنصر واحد فات على الموسيقى العربية اللي هو دار أوبرا بمصر، والأوركسترا كيف شافوها المصاروة إنه شو هالأعمال المكتوبة لهالقد عدد موسيقيين، ونحن كان عنا التخت الشرقي 4 آلات أو 5 آلات، عملت نقلة نوعية بالموسيقى. ما بال عم نحكي من 1900 لل 2014 ممنوع نضلنا بخانة واحدة اللي هي أنا بس بعمل موسيقى عربية. كل العناصر اللي عم تجي علينا جديد، مثلا كان بالماضي بالموسيقى العربية في شيء اسمه الوصلة، يعني يطلع المطرب بيعملوا له موسيقى صغيرة بيسموها الدولاب، بعدين بيقول ليالي، بعدين بيقول موشح، بيقول طقطوقة، بعدين بيختم بدور أو بقصيدة وبتكون تتخللها تقاسيم. يعني هاي الوصلة عم تحكي طولها بين 40 للساعة ونص، 40 دقيقة للساعة ونص. لما اجى عصر الأسطوانة اللي هي أول ما طلعت ما كانت تساع أكتر من 5 دقايق، صاروا مضطرين المغنيين يعملوا أغاني طولها 5 دقايق، كمان عملت تأثير كتير كبير على نوع الموسيقى اللي طلع بالعالم العربي، لأنه الأسطوانة بدأت تسجل غنية 5 دقايق بدك تقول فيها كل أفكارك، ممنوع تاخد ساعة ونص. بعدين إجا الراديو، يعني كل العناصر اللي عم تيجي جديدة من التلفزيون. هلأ اليوم نحن بعصر السينما والإنترنت واليوتيوب، يعني أي حدا اليوم على تليفونه بيقدر يسجل شيء عمله بالبيت على العود وبيحطه على اليوتيوب، بينسمع ملايين، بينسمع بالملايين فعلا. بقى كل هالعناصر بتخليك تفكر إنه أنا ما بدي يكون بمحل معين محدود بس شرقي، ايه؟ مثل ما عمل السيد درويش، ما بدي أتخطاه، هو أوريدي السيد درويش بيعتبروه مهم لأنه نقل على محل جديد. يبقى المعيار بكل الأزمان، من أيام شو بعرفني مونتي فيردي وباخ وفيفالدي لهلأ، المعيار هو من أيام زرياب. هلأ حتى زرياب بعد منهم لهودي. أوكي. المعيار هو جمال الموسيقى بحد ذاتها. إذا الموسيقى حلوة شو ما كان الستايل تبعها، شرقي غربي فيوجن روك. أنا من الناس اللي مثلا بحب كتير مايكل جاكسون، يمكن تتفاجئ بالموضوع. لا ما بقلده، بس بحب الانرجي الموجوده بموسيقته، بحب اسمع كثير اشياء تانية فلامينكو. على كل حال من موسيقته، يعني مش بس انه مايكل جاكسون الصوره النمطيه اللي اخذينا عنه، دائما في رساله طبعاً خلال طبعاً عدد كبير من الاغاني. غنى اغاني كثير انسانيه واغاني بتاثر فيك لانه غناها حلو وعمل موسيقى حلوه. اذا لحتى احط حالي بخانه معينه، لا، انه انا موجود في كل مكان وبحس بالموسيقى او بتأثر بكل أنواع الموسيقى، تحديدا بالفلامينكو أو الكلاسيك أكتر شيء، مفروض يبينوا بمكان ما بموسيقتي، إيقاعيا أو هارمونيا أو لحنيا حتى. خلينا نكون مع أول وقفة موسيقية بهيدي الحلقة ونرجع منتابع الحوار. Thank you.
عم نسمع Organized Chaos من Silent Wave، بس ما في كايوس أبدا، في رواء، مع أنه في عدد كبير من الآلات الموسيقية. يمكن هيدا الفوضى المنظمة اللي أنت عم تحكي عنها. هي القطعة قبل ما تنعمل بالألبوم كانت معمولة لفيلم دوكيومنتري، وبعدين تسميت Organized Chaos. كانت وقت الفكرة بهاي القطعة لما نفذتها أول مرة أنه عم بلعب أربع أنواع من الإيقاعات فوق بعضهم بمحل معين، بيصيروا يعملوا overlapping فوق بعضهم، بيصيروا هيك عم بيخبصوا، بعدين بيلتقوا بمحل معين. يعني إذا بك تقولي حدا عم بيعد أربعة وحدا عم بيعد خمسة، لما يكون عم بيعد هذا الأربعة التاني تبعوله هداك بيكون بصار بنص الخمسة وإلى آخره، بدون يلتقوا بمحل معين بعد على العشرين. يعني أربعة ضرب خمسة بيطلعوا. هاي الفكرة كانت تبعها. زياد، انتشرت بالغرب هيك نوع من الموسيقى قريبة للأذن الغربية. وصلت هيدا الأعمال إلى أبعد من لبنان والدول العربية؟ رح خبرك شغلتين صاروا معي، ما بعرف إذا صاير إشياء تانية غيرهم. في حدا من البرازيل، ما بعرف كيف وصلت الموسيقى، طبعا يوتيوب أكيد مش الألبوم، ما بعتقد الموزع وصل على البرازيل عم بوزع لي ألبوماتي، بس في حدا عم بيعمل ماجستير بالرقص الشرقي، صبية طلبت مني إذن أني ترقص على تحديدا Organized Chaos. عملت لها كوريوغرافي بين المودرن وبين الشرقي، وطبعا عطيتها الإذن. هذه واحدة من التجارب أنه الموسيقى وصلت وحبوها برا، يمكن غير ناس ما يحبوها ما بعرف، بس أنه وصلت لعند حدا وحبها. في تجربة تانية كمان بالألبوم اللي قبله اللي اسمه Beyond Traditions، كان في قطعة اسمها أريبيا، وأريبيا هي تعتبر شوي هيك استعراضية على العود، لأنه حاولت أعمل فيها لحن على إيقاع البولرياس اللي هو إيقاع فلامنكو كتير سريع. بوليرو؟ نو، مش البوليرو، بولرياس اسمه. البوليرو هي رقصة شعبية عندها غير إيقاع. البولرياس هي إيقاع إسباني يعتبر من الإيقاعات السريعة عندهم. عملت عليها قطعة سميتها أريبيا، وطبعا لعبوا فيها كل الشباب، خالد ياسين وفؤاد عفرة وطارق يمني وجام مدني، هول الباند اللي كان اسمها فنجان شاي. بهاي القطعة وصلني خبر انه سمعوها ناس بإسبانيا، وكمان عملوا عليها كوريوغرافي مجموعة رقص، جابوا شيء جديد على موسيقتهم اللي معودين يرقصوا عليها، انه جابوا شيء له علاقة بالعود، انه لقوا شغل شرق بعد. وهي بولارياس حقيقية، يعني مش انه، لانه اوقات بسمع كتير ناس بيعملوا موسيقى بسموها فلامانكو وهي ما فيها ريحة ممسوخة، ولا حتى ممسوخة أبداً. ممسوخة بالميل. لازم يكون اللي بده يعمل موسيقى تحديدا لفلامانكو يسمع كتير فولكلور عم نسمعها بالباك جراوند. ليش بتسمي الالبومات تحديدا اخر اثنين بالانجليزي Silent Wave و Beyond Traditions؟ في انفصام ما بعرف. لا عن جد في هدف تجاري من الموضوع؟ لا لا ابدا ابدا لا، بس اوقات يعني الفكرة Silent Wave، الموجة الصامتة، ما حلوة ثقيلة بالعربي. ايه مزبوط، معك Silent Wave تعني كتير، والويف على فكرة هي ويف صوت كمان. ايه، ما في شيء اسمه ويف صوت وصامتة، حتى لو عندها فريكونسي دينتنا ما بتسمعها، بس هي فيها صوت بس نحن ما بنسمعها. زياد، انت تميزت كتير انك تتعاون مع الاخرين، مع الفنانين الاخرين، يعني بتآمن بالتجربة المشتركة، بتآمن بعمل الجروب. الفنان معروف اجمالا بهيك انانيته بنرجسيته، انت ما عندك يبدو انانية فنية، والدليل على الموضوع انه يمكن نجحت بالتجارب المشتركة بقدر ما نجحت بتجربتك الخاصة لبل اكثر. يمكن لأنه أنا أكيد أنه إنسان لحاله ما بيعرف كل شيء، والإيجو طبع اللبناني تحديدا أوقات بيأذي. يعني اللبناني عنده دايما أنه أنا بس صير أعرف أعزف شوي، يعني بصير بمشي سوليست وخلاص، ما بحكي مع حدا، وأنا كتير مهم، ما في حدا مهم. في أوقات بتلاقي حدا على اليوتيوب، ولما نروح على أوروبا تحديدا بتلاقي كتير ناس موسيقيين عم يعزفوا بالمترو أو على الشارع. هودي الموسيقيين بعتقد هن مستواهن، هؤلاء اللي مش عم يقدروا يشتغلوا لا مع باند ولا بمطعم ولا بأوركسترا، مستواهن موسيقي أحسن من أي موسيقي بالبلد. بقى بدون شك أنه لازم نلغي هيدا الإيجو تبع أنا وأنا، وكلنا عم نجرب وكلنا عم نحاول نعمل أفضل، وكل واحد بمعلوماته وبزوقه بنضجه الموسيقي. إذن التعاون مع الآخرين هو من أجل ناخد من هالآخرين شو عندهم جمال يضيفوه على هالموسيقى،
واحد لحاله بيقول فكرة بس الباقيين بيحطوا أفكار معه بتصير الفكرة أنضج وأحلى. وبهذه النفسية تبع التعاون وتعاون نعمل مع بعض لازم تكون موجودة عند الكل، مش عندي أنا أو عند حدا تاني وتالت، عند الكل. لأنه إذا في شيء بيسموه السان، يعني المشهد الموسيقي ببيروت مش واحد لحاله بيعمله، كلنا مع بعض بنعمله. هذا بيجرب على العود، هذا بيجرب على الجيتار، هذا بيقول أنا على الرق مثلا جربت شغل جديد تعو اسمعه. كلنا بدنا نبني فوق بعض لحتى نعمل سان أحلى. إضافة لألبوماتك وإضافة للمسلسلات والأفلام، أنت حاضر ببيروت بالساحة المشهدية الفنية ببيروت بمترو المدينة، كنت حاضر بعروض سابقة وحاليا بهشك بشك شو، أيضا بترافق الفنان عبد الكريم الشعار بمطولاته الجميلة على العود. عبد الكريم الشعار معنا على الهاتف حتى يقول لك مرحبا. مرحبا يا أستاذ. كيفك أستاذ زياد؟ تنقلك على الهواء وحدك استاذ حبيب قلبي. لا انت استاذنا يا استاذ عبد الكريم. لا والله استاذ انتو وشغلة يعني. استاذ عبد الكريم بدي اقلك مرحبا من جديد مرة تانية بعغير موجة. اهلا اهلا اهلا. وبدي اسألك زياد الأحمدية تحديدا، شو بضيف لعرض عبد الكريم الشعار بمترو المدينة؟ يعني الشباب احنا بنكتمل احنا وياهم، هو يعني رئيس الفرقة بيكون أستاذ زياد، هو اللي بيموت وهو اللي بياخد طبقة وهو اللي بيعمل البروفيت معنا وبيتعب. لو ما هالمجموعة ما بيكتمل العمل، بتعرفي هذا العمل بده صحيح احنا قليل بس يغزو العين، كل واحد منهم بعشرة كل واحد عسكر كل واحد منهم بعشرة أشخاص يعني. ما هم يتعودوا فرقة حسب الله لأنه ما تخاف. لكن يعني عم يطلع شغل جميل جدا وفي محبة بالشغل وفي تجانس وفي صحيح. مش عم نشتغل احنا لحتى انه عم نأدي واجب انه لازم مزبوط. انا عندي حفلة بدي روح اعملها واخلص. لا مزبوط. منكون ناطرين هيدي الوقت لحتى نطلع ونجود مع بعضنا. مزبوط. انت اكيد متابع اعمال زياد الأحمدية الخاصة كان خلال المسلسلات او الالبومات. شو النقطة المميزة اللي بتجذبك باعمال زياد الأحمدية؟ زياد ملتزم بالموسيقى وبوقته وبمواعيده وبيحترم شغله وبيحب الموسيقى. اهم شيء انه يحب الموسيقى، مش انه جاي انه والله هي بدنا ليه شغل او شيء من هيدا. هيدي هواية يعني، اهم شيء الواحد يكون هاوي. نحن كلياتنا هوات عم نشتغل يعني بما فيهم انا يعني. انت هواية وهوى بالالف المقصورة انه بالاخير هيدي اذا شغله ما بتحبيها كريستين ما فيك تعملي منها. صحيح. ونحن بنحبك كثير ونحب نسمعك دائما. بدي اشكرك على المداخله. انا كثير على مداخلتك لك وبشكر الموسيقيين كلهم اللي معنا يعني. طبعا معنا. طبعا زياد احمدي وزياد جعفر ومحمد نحاس وبهاء ضو فعلا. نشكر مترو المدينه وهشام جابر يلي هلا رح نسمع اغنيه بصوت زياد ومن كلمات هشام جابر. انا بدي اشكرك مره جديده على الكريم شعار، بودعك على امل لقاء قريب ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. شكرا استاذ عبد. حبيب قلبي حبيب قلبي استاذ زياد. نسمع يا ولد بصوت زياد الأحمدي كلمات هشام جابر. يا ولد يا ولد احكي الحكي هلأ، بكرة بتكبر والحكي بيصغر، بيخشن صوتك بيقرب موتك يا ولد مثل البلد مليان، حكي وصريخ وجع ورصاص في ناس من وجع ورصاص في
شباكك مثل الولد عبلت متراس. نسيت اللعب نسيت الرصيف كتير حقيقية هالأغنية كتير حزينة. حزينة وفي كتير إشي أقول لك إياهن عن هالأغنية. تأثرت أنت عم تسمعها؟ إيه طبعاً بحبها كتير وهي من كمان من الأشياء هيك اللي كتير نادر هيك بيطلع لحن معك فجأة. هذه الغنية أول شيء مثل ما قلنا غنيتها وهي كلمات هشام جابر. عملها هشام لمسرحية اسمها سولو أو سولو بالإنجليزي والعربي مكتوبين هيك ورا بعض. كان هشام هو اللي عامل المسرحية كتابة إخراجا وتمثيلا على المسرح لحاله. والمسرحية كتير موضوعها حلو وبآخر المسرحية كان بده غنية وعطاني هالقصيدة اللي هي كتير كلامة معبر. بيحكي عن ولد صغير مفكر انه الفرد لعبة وكبسون وكذا وشايف بحياته كتير صور اف شو قتلوا ناس واف شو صرخوا. وبعدين بمحلات تانية بيقول في ناس منو الناس بتفتح شباكك مثل الولد على بلد متراس. يعني بعد لحد هلأ الغنية هاي من يمكن شي 7 سنين او اكتر من شي 12 سنة عملت بال2003 نزل الالبوم وبعد لحد هلأ بتحكي عن الوضع الحالي كأنه اذا. والغريب بالغنية او الحلو فيها الجديد اللي انا هيك دايما بحاول روح على محلات مش مألوفة ما فيها ايقاع ما في آلة إيقاع لا درامز ولا رق ولا طبل ولا أي شيء. وزياد الأحمدية لحن لهالغنية على البيانو مش على العود. يعني هارمونيا كان عندي هذا الفضول أني اكتشف بعض المساحات الجديدة كحدا بفكر موسيقى عربي بس إذا قعد على هالآلة التانية شو بتعطيها الآلة. وكانت التجربة لحن ما بيشبه شيء من اللي عملهم ولا بألبوم ولا بمسلسل ولا بمحل تاني. نحن اكتشفنا أيضا بهالحلقة أنه أنت متمكن بكذا آلة مش بس أنا ماني بيانيست بصراحة يعني بس أنا صحيح أنه العود هو غالب على كل الأمور التانية بس أنه أنت بتقدر تزبط وضعك مع الآلات الأخرى. مزبوط بقدر أعزف بيانو مقبول ما درست مع حدا أنا بعزف بيانو بس لا اسمع هارمونيا كيف ممكن الأشياء أو بقرأ بعض الأفكار عند ناس آخرين لأستفيد من تجارب الناس اللي عملوا هارموني إن كانت جاز أو كلاسيك أو أي شيء تاني لحتى أشوف كيف نسخر هالعناصر بالعود أو بالموسيقى. يعني بصير أنا وعم بألف موسيقى على العود في براسي بيس لاين في براسي أكور ماشي باخدهم بعين الاعتبار أنا وعم بكتب موسيقى على العود. نحن حكينا عن الحاضر كتير بس ما حكينا عن الماضي. يعني بحب قبل ما نختم الحلقة نعرف الناس عن كيف بلش زياد الأحمدية كيف اكتشف هيدا الشغف اللي انت دايما بتحكي عنه كيف اكتشفته. هل كان في صعوبة بالبدايات هل قدرت تقنع المحيطين فيك انه انت بدك تسلك هيدا الخط؟ طبعا اكيد كان في صعوبة وبعد في صعوبة لحد هلأ. في ناس ما بتقبض انه انت مهنتك موسيقى يعني انه لازم تكون موظف في محل معقولي هيك عايش ولا وظيفة بتنام للعشرة مثلا لازم توعى 7 تروح على الشغل. طب ما انا بوعى 7 وبروح على الشغل اللي هو بالصالون يعني بقعد على العود يعني ما او على استوديو بألف موسيقى. يعني في ناس لحد هلا ما بيعترفوا انه ممكن تكون واحد مهنته فنان بالحياة. كيف انتبهت لهذا الموضوع؟ البدايات ما حدا بيعرف يعني الشغل اللي بتكون موجودة بقلب الانسان انا بقول هشام تكون جينية يعني. فعلا في شيء كتير له علاقة بالوراثة بالجينات مع انه امي وبي ما بيعزفوا وما بيغنوا ويمكن لما يزقفوا مع غنية
بزقفوا برات الريتم يعني ما عندهم دينة موسيقية، بس أكيد جدي بيخبروني عنه أنه كان بيقرأ بالمجلس صوته حلو، وإخوالي كلهم صوتهم جالس يعني بيغنوا صح ما بيطلعوا برات النوتات. بالمدرسة أنا خلقت وربيت بالكويت، بيي كان يشتغل هونيك، وبالكويت في وزارة التربية نوعا ما داري بالة على الأولاد، إجباري حصة الموسيقى لكل ولد بأي مدرسة كان خاصة أو حكومية. ومن وقت اللي كنا بالمدرسة كانت تبين أنه أنا عندي ميول على هالموضوع، وكانت آلتي هي الأكورديون. حلو. كنت أعزف أكورديون بعدك بالمدرسة. تعزف أكورديون؟ بعدني بعزف إيه نعم، وفي كتير إشياء من الموسيقى التصويرية اللي بعملها بعزف عليها أكورديون لحد هلأ، من سيناريو لاخترب الحي اخترب الحي الجينريك أنا عازف أكورديون فيه، وحتى الموسيقى التصويرية اللي جوا. إذن من وقت المدرسة وصارت تنمى القصص، والأهل نوعا ما وجهونا، يعني كان في موجة الأغنية الهابطة طالعة وقتها، ما بدي أقول أسماء، بس كان وقتها بلشت الأغنية الراقصة السريعة، خلص زمن عبد الحليم ووردة وهو اللي هني آخر العنقود مظبوط، بلش الكهرباء تفوت على الموضوع وتغزي كل، صار ننبسط بهالعجقة والصخب. يعني الأهل كان عندهم تدخل هون أنه نحن منشجعكم تعملوا موسيقى، بس اسمعوا هاو واسمعوا هاو كمان، يعني صاروا يجيبوا لنا كل المواد اللي سمعيا نكون نحن عم نسمع صح. من أخوان رحباني أنا بتذكر حادثة كمان، أمي قالت لي عبد الوهاب، قلت لها ما كتير بحبهم هاو الجيل، أم كلثوم عبد الوهاب كان عمري وقتها شي 14 عم نحكي، قلت لها ما بدي اسمعهم ما بحبهم، قالت لي طب جرب طلع، طالما أنت بتقول عازف وشاطر وموهوب بدي اسمع منك غنية النهر الخالد لعبد الوهاب، جرب اسمعها واعزفها تحدي. وقتها صرت على السمع طبعا. حلو. ما في نوت، صرت اسمعها وجرب اعزفها شوف طبقتها من وين، حفظتها كلها، ولقيت انه فعلا في قيمة جمالية بهالاعمال ما كنت عارفها او لانه مش معرض لها. وهيك بلشت القصص، اتعلم واسمع واتعلم واسمع، وصارت اسمع مش بس عبد الوهاب وام كلثوم وزكريا وفريد وغيرهم، اسمع كل أسطواني بتوقع تحت إيدي لازم اسمعها واتمعن فيها لشوف شو فيها جمال واخده أو استفيد منها. مين اليوم بيخلي زياد الأحمدية يقول الله؟ عبد الكريم الشحار. بدون تردد، جيل مخضرم يعني من الجيل السابق وبعده مستمر حاليا، عم بحكي عن تجارب جديدة بتخليك تقول إيه أنا متفائل. أنا متفائل كتير لقلك فعليا بدون مجاملة، ونحن معهم على الهواء يعني بدون شك تجربة الأستاذ عبد الكريم الشعار تجربة كتير كبيرة، وهو من الأصوات النادرة اللي بعد بيقفل صح، هيدي كلمة معاش موجودة، بيقفل، بيعرف كيف يختم جملته الموسيقية بشكل يسحب منك النشوة وتقولي له آه. بدون شك بناته اثنين هلأ رنين هي بالصورة الفنية، بس أنا سمعتهم اثنيناتهم كمان من الناس اللي تأسسوا عائدين بيهم، وبالبيت أكيد هو الجماعة بيسمعوا كل الوقت موسيقى مظبوطة، رنين عندها صوت ممتاز وبتقفل صح كمان وبتغني صح، بتفهم حالها شو عم تعمل بالموسيقى الشرقية وين الحلو والمش حلو بالموسيقى الشرقية. من الأصوات اللي كتير بحب وجه له تحية هو مثل ما قلنا ما ألقي الضوء على هذا الرجل اللي هو زياد جعفر بالهشك بشك، بتكتشف إنه نحنا ب136 عرض كل عرض زياد بده يسحب منا نحنا الموسيقيين الآخر، مع أنه عارفين أنه بده يقول هالموال هون مش مفتعلة. بدي وجه تحية لأصدقائي فرقة الراحل الكبير، عندهم تجربة ممتازة إيقاعيا كلمات وأداء، نعيم أسمر هو من الأصوات أنا برأيي بيضوع عليها بشكل كتير، لأنه أنا ما سامع حدا هلأ بهالجيل لا مشهور ولا غير مشهور عم بيغني بهالحرفية وبهالنضج الشرقي، يعني كمان عنده أفلات صحيحة، بيعرف يقفل مظبوط، بيعرف يقول هاي العربة بمحلة بتطلع صح، لا زيادة لتصير خبصة أنه يبقى أنا عم بقول شرقي، ولا أقل أنه مش قادر يعملها. يعني نعيم أسمر كمان بوجه له تحية. قبل ما نقفل بأغنية بصوتك من استوديو صوت لبنان، بدي أعرف شو المشاريع الجاية، كان ألبومات أو مسلسلات أو عروض؟ على الصعيد الدرامي في فيلم عم يتصور هلا اخراج إلي حبيب، بطولة كارلوس عزار وماجي ابو غصن، اسمه فيتامين، مفروض ينزل بموسم الاعياد يعني ديسمبر.
على الصعيد الخارجي أو الموسيقي برات الدراما، يعني بصراحة في مواد كتير بعدني مش عارف بأي اتجاه بدي فوت لسجل ألبوم، لأنه صار في مواد كتير كبيرة بدك تصفيهم، بدي أعرف شو بدي أعمل، بس مثلا ألبوم له علاقة بالموسيقى التصويرية ولا لا تجارب موسيقية جديدة، لأنه هاو لحالهم بيعملوا ألبوم وهاو لحالهم بيعملوا ألبوم. هالشي مفروض يبين سريعا ما أتأخر بقى، لأنه أنا بال2009 كان سايلنت ويف، يعني صار لي 5 سنين وخلصت 2014، صار وقت تتفرغ لمشروعك الخاص شوي. على صعيد ثالث في مشروع يعني مبدئيا صار 90% ضابط، انه راح اعزف وغني مع اوركسترا الكونسرفاتوار تبع جنيف بقلب جنيف، وهذا الشيء راح يصير بأدار 2015. بالتوفيق زياد الأحمدية. شكرا. وهلأ كلنا سمع لصوتك مباشرة من استوديو، شو راح تسمعنا؟ بما أنه نحن بجو المترو والهشك بالشيك وهشام صديقنا الدائم، في غنية عملتها بأول ألبوم اللي هي ألبوم بالبال، راح نسمع هيك غنية مهضومة بتشبه هشام وبتشبهني اسمها بشرفك. أوكي. نسمع مقطع منها بلكي معلم. بشرفك بعرضك بحياتي اللي خلقك، خبرني شي قصة عن أخبار البلد، عن أولاد الشوارع، عن شي أكلة كوارع، خبرني خبري أبدا مش محكي، بشرفك بعرضك بحياتي اللي خلقك، بشرفك بعرضك بحياتي اللي خلقك، هيك تكون نظيفي شعبي وظريفي، عن بوعلي الدكنجي والحداد الفرنجي، عن بوعلي الدكنجي والحداد الفرنجي، عن جارتنا زهية والطوشي عالصبحية، عن جارتنا زهية والطوشي عالصبحية. تدراويش عن بيع النقيش، عن قرطة تدراويش، التقوا وصاروا بوطة، سهرات مخبوطة، بيحكوا حكي مجلغم بيسبوا كل الوقت، وصدقني ما عندهم ما عندهم أبدا وقت ليلعوا بالسياسة وإشياء بتفرم لي راسي، ليلعوا بالسياسة وإشياء بتفرم لي راسي. بشرفك بعرضك بحياتي اللي خلقك باختصار. شكرا زياد الأحمدية على صوتك الحلو، عزفك الأحلى. شكرا مستمعينا تابعتونا بحلقة عغير موجة اليوم يلي كان ضيفة زياد الأحمدية. بدي أشكر المخرج مارون الخوري اللي مرافقنا دايما، كانت معكم كريستين حبيب، إلى اللقاء بحلقة جديدة. شكرا كريستين. عغير موجة We'll be right back.